فكرة انه الشاب يتخرج من الكلية ويستنى الوظيفة او يقعد بقى يعلق، مش هقول فشله بس يندب حظه بقى، مش لاقي فرصة عمل ومش لاقي حد يشغلني واصلي عايز واسطة وكل الكلام ده، اكيد ده تفكير سلبي لا بيودي ولا بيجيب. بس التفكير العملي والايجابي اللي بيخلي الشخص فعلا ينجح ويحط رجله على اول سلم النجاح انه يبدأ مشروعه الخاص. النموذج اللي معانا النهاردة هم حقيقة نماذج تفرح، وهو شاب وخطيبته خريج تجارة انجليش وهي لسه بتدرس برضو، بس قرروا يعملوا مشروعهم الخاص ويبيعوا مشروبات من ابتكارهم على عربية في إحدى الشوارع في مصر، في مدينة نصر تحديدا. خلوني أرحب بيهم وهم يحكوا لنا بقى المشروع وبدايته وصلوا بيه لحد فين. النهاردة أحمد سويلم وزينب عبد الشكور، أهلا بيكم، صباح الفل. صباح النور. باركوا إيه؟ أهلا بيكم. وبصوا أنا قبل ما نعمل ما ندخل في التفاصيل، خليني انا هبتدي بس مع البنوته الاول. معلش، اهلا يا احمد طبعا واهلا يا زينب، بس ليدز فيرست. اوكي، لو شهر المراه برضو أو شهر المرأة. كل حاجه بالنسبه للمراه مهمه، زيتين في الدنيا كلها المراه معاكي النهارده. بس لسه كنت بقول لآية واحنا بنتكلم، كان برضو معانا زوم، ان هو بنوته حلوه بتشتغل. انا في جيت فتره من فترات وانا بدرس قلت لبابا انا عايزه اشتغل، كان هيقودني يعني زمان. فحكايه ان انت في الجامعه وبتدرسي ودراسه مش سهله، بتدرسي بيزنس، فتقولي لبابا انا هنزل واعمل مشروع وعربيه، عايز اعرف الرياك يعني رد الفعل كان ايه وازاي تعاملتي معاه، يعني هندلتي الامور ازاي معاه. لا، هو احمد اصلا هو صاحب الموضوع كله، انا بس سبورت مجرد ليه مش اكتر. يعني سبورت بس، مش اوكي، لكن مش داخله معاه في العمليه وفي الشغل وكده. لا مش كده. ايه نوع الدعم بقى اللي انت بتقدميه؟ يعني قاعده معاه على طول، دايما بنقعد نفكر مع بعض ممكن نعمل ايه. بس طيب احمد بقى، فكره المشروع بتاعك خاصه اظن في تخصص، يعني انت تجاره انجليش وهي اداره اعمال، فيعني اكيد ده هيفيدكم بشكل كبير جدا في ان انتوا كمان مش بس تبداوا المشروع بس تكبروه. صحيح. قبل ما تبداوا بقى، ده فاتكم في ان انتوا عملتوا دراسه جدوى، عملتوا دراسه للمشروع بشكل عام قبل ما تبداوا فيه؟ اكيد. بصوا، احنا عشان المشروع ده اتعمل في الفتره بتاعت كورونا لما كان في لوك داون في البلاد. تمام. كنت مسافر ورجعت مصر، لقيت البلد كلها مصر هنا شغاله والمشروع ده ناجح جدا. وكل الشباب بتفكر ليه تفتح دار العربيه وتحط فيها حاجات وتشتغل وكده. ففكرت ان انا اكون حاجه مختلفه شويه، فعملت الاستراكشن زي ما حضراتكم شفتوه، بديزاين مختلف يشد الناس ممكن تتصور، حد يبقى كتبه حاجه لذيذه بالنسبه للناس وتبقى إيه منظره شيك. ايه هو الديزاين بتاع العربيه؟ اكيد ممكن هيتعرض اكيد، بس اقول لنا اوصف لنا برضه. بصوا، انا عملت الاستراكشن، هي بايك عجله زي نظام عجله. شايفين على الشاشه. بصوا ده، ايوه ده زي نظام عجله. هي دي انت اللي عاملها؟ انا اللي عاملها. لا والله، بس مش انا اللي. انت متعدد المواهب بقى. انا ويندو دريسر، شغال في شركه انترناشونال ويندو دريسر في ام فاشون. طب انت اوريدي بتشتغل عندك التصميم بالزبط. بس انت اوريدي بتشتغل بقى، ايه اللي خلاك تفكر في المشروع ده؟ لما عندك وظيفه ودخل. لما كان في لوك داون كنا قاعدين في البيت، قعدنا 3 شهور في البيت، السالري واقف، فاكيد لازم كنا ندور على دخل. برافو عليك. برافو عليك والله. يعني حاجه جميله بجد، سواء يعني الولد او البنت او الشاب والشابه، ان هو الفتره في ناس كانت ما صدقت تقول لك فتره كورونا حاط في البيت بقى. لا، يعني بصوا مش هيقعد يوم بقى. مش هيقعد يوم، لا قال ان هو الفتره دي لازم يعمل مشروع. طب ايه اللي خلاك بقى يعني الفكره بقى ان هو 3 شهور دول هو ده المشروع اللي انا هعمله؟ هشرح لك. كنت خايف، كنت عايز افتح مطعم بس كنت خايف ريسك، علشان كانت كورونا وما كانش حد عارف اللي هو ممكن هنكمل ولا لا. بس الحمد لله احنا بلدنا قويه جدا عكس اي بلد تانية. بلاد تانية فضلت قافله، الحمد لله بلدنا عدت وعدينا من المرحله، بقينا كويسين دلوقتي. انا عايز اعرف يعني هعرف منكم طبعا المشروع نجح لاي مدى عشان نشجع غيرنا من الشباب. بس زينب بقى، قولي لنا ابتكاراتكم من المشروبات، يعني احنا سامعين انتوا بتعملوا مشروبات مختلفه شويه جديده، فاشرح لنا كده. ويا سلام بقى لو تعمل لنا حاجه نشربها برضه، يبقى شاكرين قوي. يعني مثلا اللوتس احمد بيعملها حلوه قوي، هي ما كانتش موجوده بس احنا هتقول لنا عباره عن ايه ولا ده سر الصنعه فمش هينفع؟ لا تقول عادي. لا سر الصنعه.
القهوه بالنوتيلا بتبقى حلوه قوي برضو. في قهوه. طب احنا هناخد الكلام نظري عشان نبقى عارفين يعني في كلام نظري ولا في عملي. في عملي في عملي. هو احنا كنا عايزين نعمل عمل ان احنا نجيب البايك اساسا هنا بس الظروف ما سمحتش. طب اعتبرونا على البايك ممكن نشرب حاجه. اوكي احنا بنقدر نعمل لوتس لوتس نوتيلا لاتي لوتس كابتشينو كوفي هيز نوت فرنش كافي والبتاع قهوه نوتيلا والقهوه التركي بس احنا نقدر نعمل قهوه تركي. احنا بنعمل بن جايبين بن تحويك سوبر اكسترا ده بيخلي يعني بيبقى اي حد ما بيحبش القهوه بيتعجبه البن ده. انتوا كيفت قهوه اصلا يعني انتوا من عشاق القهوه فده اي حد ما بيحبش القهوه البن ده هيعجبه. ده بقى اللي انت هتجيب رجله بيها. طب ده هتجيب الزبون. طب ممكن نعمل لكم حاجه بس حاجه على ذوقكم بقى كده واحنا بندردش معاكم. قهوتك ايه طيب؟ انا يعني يا ريت من غير سكر خالص بقى. اوكي ساده تشربوا ساده. لا ما حضرتك هو اللي بيتحط عليه يعني ممكن نعريح جهاز خنان. اوكي. طب احكوا لنا بقى يا زينب مدى نجاح المشروع يعني بقى لكم 3 شهور بس حققتوا نجاح يعني في دخل المشروع ماشي ولا ايه الدنيا؟ لا مش بقى لها 3 شهور بس سنة. عاملين البايك امال ايه وقت. سنه من وقت لما قعدت من الشغل. طب اخبارها ايه برضو النجاح اخباره ايه لا ما شاء الله يعني كل شويه بيبقى حاجه احسن كل شويه ناس بتعرف اكتر بلس ان هم بيبقى في فاميلي بيجوا يا اما صحاب مثلا كابلز بيجوا لكم مخصوص كدا. ولا بيبقوا معديين بالصدفه فتلفت نظرهم شكل العجله والله طيب زباين يعني ربيت زبون ايوه من الحاجات المهمه جدا في تربيه الزبون السعر ان انا ايه اللي خليني اجيلك صحيح وما اروحش اقعد في مكان تاني والسيرفيس بقى والخدمه واقعد واعمل كده وحاجات يعني أكيد. فلازم ان انت تبقى بتنافس هل ان انت بقى حاطط لنفسك نسبه الربح مثلا قد ايه ان انت ما تعليش عامل فعلا في فرق بينك وبين الاماكن مع الحفاظ على الجوده. بص هو اهم حاجه بالنسبه لنا الكواليتي الكواليتي بتاعت الحاجه يعني مش مركزين على الاسعار قد ما مركزين على الكواليتي. لازم انا مثلا انا لو عايز اروح مكان احتاج اهم حاجه اللي انا هكون واخد حاجه اكون راضي بيها فمش لو انا اخدت حاجه انا راضي بيها ساعتها السعر مش هيفرق بس فدي اهم حاجه احنا كنا مركزين عليها اللي احنا بنقدم احسن حاجه انضف نوع بن انضف اسبريسو اجود كل مشروع حاجه. مشروع زي ده يا احمد يعني انت وزينب اي شاب لما بيقرر انه هيبدا مشروع جديد بيفكر الاول طب المشروع ده راس ماله قد ايه هيكلفني قد ايه طب ويفكر في الريسك طب افرض انه المشروع خسر مثلا او فلوس يعني حصل اي ظرف ما خلاص بقى يعني هبقى مدمنه القهوه من هنا. دوقي كده بقى وقولي لنا رايك كده هي ريحتها حلوه الحقيقه. دوقي بقى وقولي لنا رايك على ما فكره انه الراس المال انت قررت ازاي انه المشروع ده هينجح وانه انت ممكن حلوة. يكون في الموضوع مخاطره حلوه لا حلوه بجد لا ما هو يعني حلوه قوي لا بجد انا اعرف انه الرجاله ما بتعرفش تركز في حاجتين في نفس الوقت يا احمد فانا هكلم زينب بقى لما انت تخلص. قولي لي بقى يا زينب دراسه الجدوى اللي انتوا عملتوها فكره انه المشروع اتكلف قد ايه في البدايه عشان تقوموه وتوقفوه على رجله هي كانت كلها حاجات بسيطه. حساباتكم للمخاطره كانت عامله ازاي يعني هي كانت كلها حاجات بسيطه ما كانش فيه تو ماتش في كل الحاجات لا بالعكس كانت حاجات سيمبل كلها وحاجات بسيطه والنور هو اللي خلى الموضوع يبقى ملفت اكتر احمد حاطط نور كتير فده خلى الموضوع ملفت قوي بلس ان الكواليتي فعلا بتاعت الحاجه حلوه قوي ايوه يعني بن يعني الحاجات دي كلها حلوه قوي بجد. لا انا احييك على التحويجه الحقيقه صحيح. عايزه اعرف السر محتاجين الريت لا عايزه لا انا حابه زبونه كده يعني مش راضيين يقولوا لنا سر الصنعه بس قولوا لنا راس المال طيب انا عايزه اعمل مشروع زيه يعني شجعوني. اللي انا بستخدم احسن كواليتي احسن خامات بالتالي بيطلع الحاجه احسن. كلفك قد ايه المشروع يا احمد عشان توقفه على رجله؟ عشان يوقف على رجله هو القهوه عامله شغل. حقيقي عشان يقف على رجله بص هو الموضوع خد مني حاجات كتير قوي يعني اول مره اعملها انا عملت منها نسخه ثانيه تمام وبعملها للشباب كمان اللي هو حابب يبدا مشروع الكلام ده بساعد بيها الناس اللي انا ممكن اجهزها له واديها له اللي هو ممكن يشتغل وعلى فكره في حاجه كمان البلد بتاعتنا عامله لنا حلوه وزاره الاستثمار بتشجع الشباب حلو قوي
برضه بيتكلف كام؟ انا يعني سر برضه مش هتقوله. لا لا اي شاب بيتفرج عايز يتشجع ويعرف انه لو حط فلوسه بدل ما يحوشها بقى في استثمارات مختلفه هيعمل مشروع يجيب له دخل وينتج وما الى ذلك ويوفر فرصه عمل. صحيح. هو انا البايك عندي مكونه من حاجات كتير جدا. اتفضل. تسلم ايدك. تسلم. لا نشر. تسلم ايدك. الجمله مش عايزه تكمل. اول حاجه البايك مكونه من كذا حاجه. مكونه من نجيله علشان مش هينفع نبقى واقفين على الارض. لازم المكان يكون نظيف. مكونه من شاسيه. مكونه من اكلاريك في الجناب. مكونه من حلوه مختلفه. اقسم بالله حلوه مختلفه. انا عجبني التحويه جدا. فيها جداً حاجه مختلفه. معمول لها وحده كهرباء عشان تكون امان. متقفله برخامه من فوق. رخامه عشان تكون المكان نظيف. سيبك والله العظيم حلوه. انا حلوه بجد. فهو متابع رد الفعل. في قدام شنطه فيها ورد. معمول لها اضاءه. ايوه. المكونات هادية. دي كلها بسيطه يعني تعدي ال 10,000 جنيه مثلا. تعدي علشان في حديد. الشاسيه اللي بتاعها لازم يكون جامد جدا علشان الباريستا اللي بتتحط دي تقيله جدا. لا انا مش بتكلم على العجله في حد ذاتها، انا بتكلم على اي مشروع مشابه يعني في نفس السكه دي. طيب هل خلال السنه ونص دي عديتوا باي تحديات؟ احتجتوا دعم؟ زقه ماديه مثلا يعني؟ لا الحمد لله هو كان مغطي كل احتياجات. كل احتياجات بمعنى. طب انت قلت لنا ان انت بتلاقي اللي انت لقيت بالفعل ده وفي دعم. الحمد لله. قول لنا ايه ده الدعم اللي انت قدمته؟ في قرار رئاسي نزل اعتقد رقم 111 حاجه زي كده، مش فاكر عشان ما اقولش اي كلام. تبع وزاره الاستثمار اللي هي بتشجع الشباب اللي هي بتبدا مشاريع جديده اللي هي مشاريع صغيره. حلو جدا. تمام. من غير اي حاجه مقابل اللي هم بيدونا تراخيص. بيجي لنا شهادات صحه. انا عندي شهاده صحه في المكان. عند الحمد لله. هم ساعدوك ان انت تاخدها. ايوه الحمد لله. تاخد تراخيصك. ايوه ما دي الحاجه الحلوه في البلد. اللي هو بتساعد الشباب اللي هو خلاص انا ما لقيتش فرصه عمل. لا انا لا اقدر الاقي واقدر اللي هم يساعدوني. الاجراءات كانت سهله ولا خدت وقت؟ سهله جدا. جم اول زياره ليا طلبوا مني حاجات. هم اللي جولك كمان. انا رحت. دي حاجه عظيمه جدا يا جماعه. لا والله بجد ان انتوا سهلوا لك الموضوع. أيوة. وانا ملاحظه وانت بتتكلم مبسوط، فمعنى كده ان انت اخذت خدمه مميزه. صحيح. وجالي وزاره الصحه وبالصدفه انا يعني الموقف بتاع المفتش الصحه ده كان لذيذ جدا. هو قاعد في عربيته وانا من الطبيعي اللي انا على طول بفضل انضف الدنيا كل شويه واكسباير كل شويه. فلقيته قاعد في عربيته انا ما كنتش واخد بالي، ففضل مركز معايا يقول لي انا قاعد بقالي نص ساعه بتفرج عليك وانت بتنضف. بيقول لي انا انبسطت. انا حاسس ان انا انبسطت. بيقول لي شهاده صحه فين؟ جه لقى شهاده صحه. لا كل حاجه مكتوب عليها اكسباير. كل حاجه. وديه بتبقى زيارات مفاجئه. ومين فيكم بتقف بيقف يبيع على العجلات دي؟ انت ولا زينب؟ انا. وساعات بابايا بينزل يساعدني كمان الصبح. الله ربنا يخليه لي يا رب. والله انتوا نموذجين يفرحوا. حلو جدا جدا ان الشباب يتحرك كده ويشتغل وما استناش الوظيفه، وكمان في دعم كمان من الدوله زي ما احنا شفنا. وشفنا ان هو يعني ده عن تجربه. احنا مش بنتكلم بقى نقول لكم الدوله يا جماعه مطلعين قرارات ولا بتدعم. لا ده عن تجربه قال لنا ان هو لقى خدمه بمنتهى السهوله. كل الشكر ليكم انتوا الاثنين طبعا، احمد سويلم وزينب عبد الشكور. وميرسي على القهوه. شكرا لوجودكم معانا.